نشانسي وينك سازرها يا خدان سارة، نشانسي وينك سازرها يا خدان سارة. يا والنور حاجر موحان بالنظر غاز ديفان دينا حيدوزر هكايمان هكايمانو، فهمتوا شي حاجة؟ حيت خوكم من خنيفرة غير الكويبالي ديالكم، ما كاينش المزاح. باش تكون ولد خنيفرة ديال بصح خاصك تكون حافظ هاد الجملة، ولا عندك شي آثار ديال شي طيحة في راسك من ديال الجبل، إلا ما كانت هنا تكون هنا. ما كانش الديفان ديالنا راه عندي في المارشاريال، ما كانش مشكل. نقول الحمد لله حنا في خنيفرة، الحمد لله حمد لله ربي نشكر راس نتشان سوان كسا زارها يا خدان سارة، واكلين شاربين محسنين وكانت ساراو، وحنا جينا عندكم والسلام عليكم. ومبروك العواشر، والعواشر هذه شوف دابا في العواشر كلشي تيولي زوين وتيبارك. العواشر اللي تلاقيتي معاه في العواشر تيقول لك كاع داكشي اللي حافظ في الصواب، والله العظيم ما كاينش المزاح. كتلاقى مع شي واحد في العواشر كيقول لك السلام عليكم مبروك العواشر، تعيدوا تدعوا ان شاء الله بالصحه والسلامه باش ما تمنيتوا طول العمر ان شاء الله، وخلينا شي وحده نقولوا احنا واه. تيقول كل شيء، وانا العواشر اللي كيعجبوني هما رمضان. انا راه رمضان كان صومو بالطقوس ديالي، انا راه في رمضان كان بقى ناعس حتى كنفيق، مع شما فقت غير الاذان اللي سمعت غير الاذان اللي سمعت يا الظهر يا العصر كنبدا في التقني. وانا ما عنديش المشكل باقي صغير، انتوما كتشوفوا كاينه شي الحياه والو، كاين شي موستاج والو، كاينه دبانه نهار يتزاد سراق الزيت هنا ديك الساعه نشوف واش نديرو، ما كاينش المشكل. داخله عندكم العواشر افرحانين مع راسكم تحياتي. ودابا في العواشر واحد القضيه اللي عندي معها المشكله، انا هي جدي با سيدي راجل جده هو اللي كان بقى لقى معاه مشكلة أنا في رمضان. أنا واحد النهار جدي حصني مع النهار الأول ديال رمضان، كان لحس بولو بغا يسلخني. صافي بركة عليك، بركة عليا، بركة عليا. وحصني جدي في رمضان كان لحس بولو بغا يسلخني، قال لي بلغتي، قلت ليه بلغتك شوفها تحت السداري ولا شي بلاصه تما. قال لي لا انت بلغتي بغا يلبسني. هذا غا النهار الاول في رمضان ردني بلغتو، كون بقيت معاه حتى 12 رمضان كون ردني سروالو القندريسي. انا عشان تصبغ هاد النهار مزيان، انا حاجه وحده اللي كنلقى معاها الحياه السعيده في رمضان هي جده، مرت هذاك اللي كنت كندوي لكم عليه دابا، يوحنا يوحنا في خنيفرة. هذيك جدة ما عندهاش المشكل في رمضان، ديما كتلقاني وكتعطيني ناكل، كدير ليا شوي في خبيز وكتعطيني التقني، ماشي حيت مرا كبيرة زعما ولا كتنسى ولا لا، حيت فايت ليا محصلة واكلة. بلاتي بعدا بلاتي نقول لكم على جدة بعدا. جدة راه حاجة وحدة ما تقيسهاش ليها في العواشر، هي الطبسيل ديال الطاووس. داك الطبسيل عندنا راه ولد عائلة، راه غير من الكوزينة للصالة، من الصالة للكوزينة للفيترينا. علي الجمهور الزوين تبارك الله عليكم وعواشر مبروكة.
داك التبصيل ديال الطاوس عندنا راه الماكله تزنقه ما تحط فيه. هو حاجه وحده فتي يخرج هو تيخرج هو بريفي تيخرج في العواشر هو تيعرف غير جوج اكلات اللحم بالبرقوق والدجاج بالزيتون. اش من الحمص يا على جمهور كيدير جوج ماكلات اللي كيعرف هو. جداب كثرت ما عزيز عليها داك التبصيل الى جات شي جارات تسلفوا مع عندنا كنديروا جمع عام استثنائي وكنتفاوضوا واش يخرج داك التبصيل من الدار ولا لا. ولكن واحد القضيه الله يرحم الوالدين بغيت نسولكم عليها، ما لاحظتوهاش انتما عندكم في الجيران؟ فاش كتجي شي جاره تسلف عندكم كتبقى واقفه قدام الباب وكتهضر مع امك ولا جدك ثلاثه ديال السوايع قدام الباب وكتقول لها دخلي نجلسوا في الدار، كتقول لها والله ما مساليه. زعما واش ديك ثلاثه السوايع كنتي طايحه اون بان قدام الباب ولا؟ جدا يوحنا، جدا هي يوحنا يوحنا، جدا راه بكثرت ما عزيز عليها داك الطبسيل كثر من جدي ما بقاتش كتسلفو ولا كتكريه، والله لا ديتي وما حطيتي باسبور وشي كباري، الضمانة، إيه، حاجة وحدة اللي ما كيتسوقش لداك الطبسيل هو جدي عزيزين عليه هو غير زلايف، حيت هو في رمضان اش كيعرف غير الحريرة، صافي. كيبقى هو في رمضان غير على الحريره 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 حتى كيطرخى ويتفش ويبدا يسول وادري واش ما عرفتيش علاش فاش كنفطر كنطرخى بحال شي البرويته. واقيلا خصني شي قرعه د الموني دابا باش نتفش. انت جدي راه خصك شي قرعه د ليسانس باش يلا ديماري ندفع بيك ديرها مارش تمشي للجامعه تصلي التراويح. سير 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 اجدي ودعي معنا وتانا غادي ندعي معاك اجدي شي دعوه. سير اجدي قولوا سير اجدو سير اجدي سير اجدي سير اجدي صافي راه مشى خليه الله يهنيه. راه خفت لا ندعي راه ولكن خفت لا ندعي ولكن انا راه باقي صغير واخا ندعي انا الدعوه ديالي مازال ما كتفوت الكابل ديال الضو. انا راه مازال صغير ولكن واخا هكاك انا راه فيا الجواد ديال الخنيفره ما كاينش المزاح. والمغرب ديالنا راه زوين وفيه خنيفره والمغرب ديالنا زوين بحال شي وجه ويلا ما تيقتوش ها نتوما شوفوه فيا ها الحجب ها العيون ها في مزقيط ها خنيفره. والسلام عليكم ومبروك العواشر ميرسي.